Thank you.
بحمد الله وتوفيقه مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مني بنجاح، ووافق مجلس جامعة موسكو الحكومية كلية الجيولوجيا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1994 ميلادية بالإجماع على منح درجة الدكتوراه في العلوم الجيولوجية والمينرالوجية. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.